تطبيق نظام الدفع في طريق السيار سيكون بداية من سنة 2021، أي بعد استكمال كل الأشغال التي لا تزال في طور الإنجاز والمتعلقة بمراكز الدفع بطريق السيار شرق غرب. هو ما كشف عنه وزير النقل والأشغال العمومية خلال زيارة تفقدية قادته لعدة نقاط تابعة لقطاعه في العاصمة. دي سنتر دو بياج، مراكز الدفع اللي هي حاليا يعني الأشغال بها مستمرة. عندنا المقطع الوسط الذي عرف قفزة نوعية يقدر بحوالي 85%، أما المقاطع الشرقي والغربي اللي هم حاليا في طور الإنجاز نسبة تقدم الأشغال تقدر بحوالي 70 إلى 75%. لاستلام بحول الله، احنا نعمل في غضون سنة 2021 بحول الله سوف ينطلق في الخدمة، تسعيرها ما زال لم تحدد لحد الساعة. كرابة وخلال الزيارة التي كان مرفوقا فيها بوالي العاصمة عين خلالها آخر التجهيزات التي تم اقتناؤها بغية تسريع وتيرة الأشغال، لسيما فيما تعلق منها بحفر أنفاق المترو. تم استلام الآلة الضخمة التي تشاهدونها اليوم اللي تمتد على طول 104 متر وذو قطر يقدر بحوالي 10 متر. هذه الآلة الضخمة التي تحتوي على عتاد جد يعني متطور، والتي تسمح في قال حفر يوميا طول ما يقدر ما يتراوح ما بين 16 إلى 24 متر يوميا. مشاريع عديدة قد الإنجاز ستسمح في حال إتمامها بتخفيف الضغط على المواطن ورفع الخناق على الطرقات التي تعرف ازدحاما كبيرا.